بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم محبتي الجديد في محاضرة جديدة الأسبوع التاسع، ألا وهي سلالات المعهد العالمية والمحلية. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن إنتاج الحليب والصوف في الأغنام، والآن سوف نتطرق إلى سلالات المعهد العالمية والمحلية. المعهد من الحيوانات الثدية المشتبه، وهو الحيوانات القوية التي يمكنها أن تعيش في كل مكان، أن تعيش في أعالي الجبال وفي السهول وفي الواحات والصحاري. جسم الماعز رشيق وقوي ومغطى بالشعر، وذلك مكنها من إيجاد طعامها بسهولة على الأرض. ذكر الماعز يسمى أكيس والأنثى معزة، ويعرف صغيرها بالجدي. وهنالك عدة طرق لتصنيف الماعز حسب المنشأ وحسب حجم الجسم وحسب شكل وطول الإذار وحسب الغرض من التربية وحسب ارتفاع الكتف. تصنيف الماعز حسب الغرض من التربية. أولا ماعز الحليب اللي يقتل، عندنا ثلاث، عندنا ماعز السالين وماعز الشامي، هم من أبرز أنواع ماعز إنتاج الحليب، حيث أن ماعز السالين موطنه الأصلي هو سويسرا. وصفاته الشكلية لونه أبيض أو كريمي فاتح أو أشقر، أحيانا مع وجود بعض البقع على الأنف والأذن والضرع. وكلا الجنسين عديمة القرون. تنتج الأنثى في الموسم حوالي 3000 لتر من الحليب، ويبلغ مدة الموسم 9 أشهر. نسبة الدهن 3.5%. الماعز الشامي هو من أهم سلالات شرق البحر المتوسط الأبيض المتوسط، وتنتشر في كل من سوريا ولبنان وقبرص، وتم ادخاله الى العراق ايضا. ومن صفاته الشكليه اللون السائد هو اللون الاحمر او البني الفاتح. الانف معقوف والاذن طويله متدليه. انتاجه من الحليب حوالي 600 لتر في الموسم. ماعز اللحم، هنالك نوع واحد من ماعز اللحم وهو الكامبك كاتاجينيك. توجد هذه السلالة في كل من ماليزيا واندونيسيا، وهي متأقلمة بصورة جيدة وتتحمل الظروف البيئية القاسية. اللون السائد هو اللون الأسود، وأحيانا قد توجد بقع بيضاء، ويوجد القرون في كلا الجنسين، وهي بشكل منحني محدب إلى الأعلى. ماعز النوع الثالث وهو السلالة إنتاج الشعر أو الموهير. ماعز الموهير ويطلق على الشعر الحريري التي تنتجه بعض السلالات مثل أنجورا، تستشهد بإنتاج الشعر الغالي الثمن. تنشأ الأنجورا في تركيا، ومنها انتشرت إلى عدة مناطق في العالم. كمية إنتاج الشعر من 2 إلى 3.5 كيلوات في الموسم. وهنالك سلالات أخرى تنتج الموهير مثل الكشمير. الماعز العراقي، أولا الماعز الجبلي الأسود، والماعز الثاني الماعز المحلي الأسود، والماعز المرعز. وهو ماعز المرعز ماعز صغير الحجم أبيض اللون أو أشقر، وفيه صفات كثيرة من ماعز الأنجورا، أي يعني يشبه ماعز إنتاج الموهير، ولكن جودة الشعر أقل منه. قد أدخلت عليه عمليات انتخاب كثيرة في العراق تكثر تربية تقرب الحدود العراقية التركية. الهدف من التربية هو إنتاج المرعز أو الشعر الرفيع لعمل الملابس والمفارش والسجاد. مقارنة هنا شباب، احنا تكلمنا هسه عن أنواع الماعز، سلالات الماعز العالمية اللي تنتج الحليب وتنتج اللحم، وكذلك تكلمنا عن سلالة إنتاج الموهير، وتكلمنا عن ثلاث أنواع تعيش في العراق من الماعز. والآن توجد مقارنة بين الماعز والأغنام. هنالك 11 نقطة نستطيع أن نقارن بها بين الماعز والأغنام. في الماعز يكون الذيل مرفوع إلى الأعلى، أما في الأغنام تتكون الإلية. جسم الماعز مغطى فيه الشعر، أما الأغنام مغطى فيه الصوف. تمتاز الماعز بوجود لحية أسفل الفك في كثير من السلالات. لذكور الماعز رائحة كريهة، وخاصة في موسم التناسل، أما الأغنام فلا يوجد رائحة. الماعز حيوان سريع الحركة، كثير الفط الفطنة لديه القدرة على تسلق المرتفعات والقفز والجري بسرعة.
نسبة الشوائب في المعد أعلى من الأرنب، نسبة الدهن في ذبائح المائز أقل مما هي عليه في الأرنب، وذلك لأن الإلية تحتوي على الكثير من الدهن. نسبة الدهن في حليب الأرنب أعلى مما هي عليه في المائز. توجد في الأرنب غدة تحت العين تسمى بالغدة الدمعية التي تفرز الدهن، وتوجد في الأرنب غدة بين الأظناف تفرز زيت ذو رائحة غريبة. وأخيرا عدد الكروموسومات في الماعز 60 زوجا، أما في الأرنب 54 زوجا، لذلك لا ينتج الخلط بين الأرنب والماعز. إلى هنا أحبتي تنتهي المحاضرة، شكرا لإصغائكم ونلتقي في محاضرات جديدة.